أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الأستاذ محمد علي بن ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي وأيضا المكتب الشباب والرياضة بالمحافظة على رعايتهم واهتمامهم في تنظيم والإشراف على هذه البطولة واللي هي عبارة عن بطولة التنشيطية الرمضانية الفردية الأولى للعام 2024 والتي ينظمها فرع الاتحاد للتايكوندو بالمحافظة وهي البطولة الأولى التي ينفذها مكتب فرع الاتحاد بالمحافظة منذ أن تم تأسيسه خلال بداية هذا العام 2024. ستبدأ اليوم فعالية هذه البطولة ابتداء من أخذ الأوزان للاعبين وبعد ذلك ستجرى القرعة ومن ثم سيتم تنفيذ دورة للحكام لهذا اليوم وستكون بداية الانطلاق الفعلي للبطولة يوم غد الخميس إن شاء الله تعالى بعد صلاة التراويح الساعة 9 مساء سيبدأ فيها تنفيذ البدء في المباريات وقبل المباريات سيتم إجراء بعض العروض وبعد الانتهاء من إجراء المباريات سننتقل إلى المرحلة النهائية يوم الجمعة بإذن الله تعالى ستكون سيتم فيها إجراء المباريات النهائية الختامية ومن ثم سيتم تكريم الفائزين والمشاركين وجميع الراعيين والمهتمين في هذه الرياضة.